طيب بسم الله شرحنا هندسة بيوت الجهد. هسه هذا الفيديو خاص بس انه نحد امثلة وافكار ونمكنكم من الموضوع بشكل يعني كويس كثير. طيب بس احنا عشان نلخص لكم الامور كاملة، حكينا في البداية انه شكل بعرف اتعامل معه، يعني هي فعليا نفس محاضرة المرة الماضية. اذا كان عندي شكل بعرف اتعامل معه بشتغل على المساحه تبعته واللوكيشن اللي حطيتكم اياهم قبل الفيديو الماضي. اذا شكل ما بعرف اتعامل معه بروح بشتغل على امور التكامل. طيب اذا كان عندي شكل واحد، يعني مثلا عندي بيم وعندي بس مثلث، خلص هذا اللوكيشن بيطلع جاهز، اللي هو المتر من هون 2 على 3 في اللي هي القاعده. طيب لو كان عندي مثلا على سبيل المثال اللهم صل على سيدنا محمد بيم ماشي، وفي عندك هنا مثلث وهنا مربع ديستريبيوتد لود، هنا اللوكيشن بطلع اللوكيشن لكل شكل لحال، بعدين بدي استعين في المومنت عشان اطلع اللي هو دي ستار للشكل كامل او الاكس بار للشكل كامل. اما اذا كان عندي بس شكل واحد خلاص اللوكيشن بطلع جاهز، اما اذا كان عندي شكلين فراح يكون عندي ايش، بدي احسب المومنت، لهيك بروح بطلع الاكس بار عشان يساعدني عشان احسب المومنت. نفس السؤال حلنا هون. يلا خلص هسه بدنا نحل افكار. شو السؤال اللي بدنا نحله؟ كالتالي، اول سؤال بدنا نبلش فيه اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد. يلا هسه ثواني نرجع له، خلينا نبلش في 4 38. 4 38 هاي خلينا نفسر السؤال ونقرأ شو بده بحكي. Determine the resultant force and specify where it acts on the beam measured from A. طيب بعد أول شيء النقطة هي Determine the resultant force، كأنه بتطلبني ريبليس، يعني هذا يتبع لموضوع الريبليس بس بكون في عند distributed load. يلا أول خطوة حددنا النقطة A، وينه؟ حددنا النقطة A ماشي. إذا طلع الأف آر، الاف ار شو عندي هون؟ عندي اياها على شكل ديستريبيوتد لود، يعني انا بدي يعني ريزلتنت فورس، واصلا بدي اعمل ريبليس عشان اقدر اطلع السبيسيفاي بدي اعمل ريبليس. تمام اف ار شو تساوي هون؟ هسه هون اي بعرف اتعامل مع الشكل هذا ولا بعرفش اتعامل؟ بعرف اتعامل. ليش؟ يعني بكسيمو شكلين، هي الشكل رقم واحد، هي الشكل رقم اثنين، مثلث ومستطيل. يلا الشكل رقم واحد اللي هو اف 1 بلس اف 2، حلو الشكل رقم واحد اللي هو مثلث، المثلث كيف بنطلع الاف تبعته؟ نص القاعده اللي هي 6 في الارتفاع، شو الارتفاع؟ 150، هاي الارتفاع للشكل كامل، هاي شوفوا هاي الارتفاع، ارتفاع مثلث نفس ارتفاع المربع، واضح واضح. هاي شوفوا هون راح اعمل لكم خط متقطع بالاحمر، انا بدي ارتفاع صح؟ امشي 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 امشي، ضربت هون الارتفاع هذا هو نفس الارتفاع هذا 150، حلو فارجع لي 150 زائد، طبعا هنا ماينس ليش ماينس؟ لانه لتحت، ماينس ماينس شو عندي؟ مربع الطول بالعرض 8 في 150، حيطلع عندنا الجواب اللهم صل على محمد 1650 1650. شو ضل عندي؟ مباشرة أطلع اللوكيشن للشكلين، شكل واحد لوكيشن اثنين. يلا أول فكرة X1 شو وضعها للمثلث؟ بنطلع عند النقطة إنه هو طلب عند النقطة إيه، فهي قاعدة، فاثنين على ثلاث في الطول، فيعني قديش راح يطلع اللوكيشن للأول؟ ستة في أربعة. اللوكيشن الثاني 8 على 2 اللي هو 4. مباشرة هسه حكينا بنروح بنرسم الشكل مرة ثانية ونخلص من الديستريبيوتد لود. هيو أول مرة بزبط معي الشكل بخط مستقيم الحمد لله. هاي النقطة إيه؟ أول فورس هيها اللي هون بتيجي، الفورس الثاني بتيجي هون، هاي الفورس الأولى تبعد على بعد حكالي 4، الفورس الثانية تبعد على بعد 4، كم ضل من الستة؟ ضل 2، بعدين بمشي في عندي هون فورس، الفورس هاي من هون لهون 4، كم ضل 8؟ 4.
لازم ترجع تجمع المسافات يعطيك 14، 8 زائد 6 4 زائد 4 8 زائد 4 12 زائد 2 14. شو اللي صاحب المسافات؟ يلا شو راح يكون هسه عندي؟ اطلع المومنت عند النقطة A. ليش رحت استعانت في المومنت؟ لأنه عندي أكثر من شكل، فهذا المومنت بيساعدني أن أطلع اللوكيشن للشكل كامل. نتخيل إنه عندي بس الشكل فيه مثلث X بار، خلاص الجواب 4. لو عندي بس مربع X بار اللي هي بس 4، وضحت كيف؟ يلا مو مثل النقطة A، هذه اللي هي F1 هذه اللي هي F2. حلو، اللهم صل على سيدنا محمد. F1 قديش طلعت؟ طلعت F1 اللي هي ناقص نصف في 6 3 350 450 ماينس 450 اللي هو هذا الحد، ماينس 450. ليش حطيت ماينس؟ لأنه أصلا هاي الشكل مع عقارب الساعة يعني ماينس في المسافة العمودية اللي هي 4. ممتاز ممتاز ممتاز، ماينس لأنه مع عقارب الساعة برضه. 8 في 150 بيعطيني 1200 في المسافة العمودية. شو المسافة العمودية؟ هاي هون الفورس، المسافة العمودية 4 زائد 2 زائد 4 10، يعني 10. تمام، ضل عندي فورس، ما ضلش عندي فورس، حيطلع عندي المومنت ماينس 13800. يلا نطلع اللوكيشن دي ستار او سميها اكس ستار براحتك، ماشي، اللي هي المومنت بدون اشارات سوالب. حلو، على اف ار. اف ار كم طلعت معاي؟ 1650. على 1650 هيطلع الجواب 8.36، يعني x بار 8.36. تمام، الموضوع ما بده شيء. طيب كيف بتحكي لي انه بدنا نروح على انه سؤال؟ خلصنا 8.38، خلينا نشوف سؤال 39. يلا نشوف 39، نطلع بطلوع نشوف 39. شو بحكي لي؟ نفس المطلوب أنت سبيسيفاي. يلا شكل بعرف أتعامل ولا ما بعرف أتعامل معه؟ بعرف، هاي قسمته لكم مثلث لمثلثين، وانتبه إن الارتفاع المثلث معطيك إياه جاهز للمثلثين 6. يلا FR F1 خلينا نحكي، يلا نص القاعدة اللي هي 3 في ارتفاع اللي هو 6. ممتاز، هيطلع معي الجواب نص في 6 2 في 3 6 في 3 6. ممتاز، لهون أمورنا ممتازة. يلا F2 طبعا ماينس 6، ليش؟ إنها لتحت بالاتجاه السالب. F2 نص القاعدة قديش؟ 6 في ارتفاع 6، نص في 6 3. تمام، 3 في 6 هي 18 ماينس، يعني الاف ار اف ار ماينس 20 24. طلعنا الاف ار اللي هي فعليا عمليه الريبليس، مزبوط، متفقين على هذا الموضوع. يلا شو ضل عندي؟ اطلع اللوكيشن للاكس 1 والاكس 2 عشان ارسم الشكل، بعدين استعين في المومنت. ليش؟ لانه عندي اكثر من شكل، لو شكل واحد خلص يعني هي بروسيجر واضحه. يلا اهو اللوكيشن للشكل الاول، شو هو؟ وين النقطه ايه؟ هو بده يشتغل عند النقطه ايه، يعني هاي النقطة A، يعني هو بيشتغل عند الارتفاع مش عند القاعدة. الارتفاع تلت في S في 6، تلت في 3 والجواب 1. ممتاز، يعني الفورس راح تيجي هون، هالمسافة 1 وهالمسافة 2، توتل تبعها 3. هنرجع نرسمها. يلا X2 برضو بده اياها نسبة للنقطة A اللي هو حدد لك اياها، برضو هذا ايش؟ ارتفاع، فالارتفاع اللي هو تلت في 6 هيكون الجواب 2، يعني هيها هالمسافة 2 هالمسافة 4. خلينا نرسمها، هاي البيم، هاي البيم، في عندك هاي النقطة A، يعني حتى لو النقطة A جايب لك اياها بنص البيم مش تخاف وتصير ترجف عادي، امورك طيبة، نفس البروسيجر. يلا حكينا الفورس الاولى هيها هون، دائما انت برضو على الورقة حط الفورس بعد ما تحلل، حط الفورس على نفس الشكل عشان لما ترسم تكون امورك واضحة عندك. تمام، هاي خلينا نكبر الخط عليهم، هاي فورس واحد
هاي فورس 2 وحط المسافات تبغى تصغير، عشان هيك بحكي لك خلي معك الوان. يلا اف 1 اللي هي قيمتها اصلا 6، ليش ما حطيت ماينس 6؟ خلاص انها نازله تحت واضحه. طيب كم المسافه تبعد عن النقطه A؟ المسافه هاي حكينا تبعد 1 حسب اللوكيشن، كم ضل من الثلاث؟ ضل 2. ممتاز ممتاز ممتاز. في عندك الفرصه الثانيه هيها، كم تبعد عن النقطه A؟ تبعد عن النقطه A حكينا 2، كم ضل من الستة؟ 4. يجمع لي المسافات لازم يعطيك 9، 4 و2 6 و3 9. شغلك بالمسافات صح، دائما خليك شيك، دائما خليك شيك. يلا نحسب المومنت عند النقطة A. 6 كيف ماشية؟ مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ مع عقارب الساعة، لأن هاي النقطة A فهي عكس عقارب الساعة، سوري. 6 6 في المسافة اللي هي 1. يا سلام. يلا الفورس الثانية، مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ مع عقارب الساعة، فماينس ماينس قديش؟ اللي هي طلعت عندنا اللهم صل على سيدنا محمد ماينس 18. ماينس 18 في المسافة اللي تبعد عن النقطة A 2. احسب لي اياها. ناقص 18 ب 2، خلينا نكون سريعين شوي. 18 6 ماينس 36 ماينس 30، ايوه ماينس 30. هاي المومنت، يلا عشان نطلع اللوكيشن، اكس بار تساوي، شو تساوي؟ اللي هو المومنت بدون اشارات على اف ار اللي هي طلعت معانا 24، اللي طلعت معانا 24 ويطلع معاك الجواب. خليني بس اشوف، حاس حالي هبدت في الارقام، انا حاس حالي هبدت في الارقام، فبدنا نتاكد من الجواب. بس ثواني، اف واحد نص 3 في 3، نص 3 في 6، نص في 6 قديش؟ اللي هو 3، 3 في 3 9. بحكي ليش حاطط لنا 6؟ 9. فهون راح يطلع الجواب عندك هون 27. يعني انتوا فاهمين الفكره، ان شاء الله انتوا تكونوا فاهمين الفكره. اي هبت بالارقام يعني سامحوني. وهون مش 6 راح تكون 9، فالمومنت راح يفرق عندك، راح يكون 7 وراح يكون 24. المومنت كمان مرة، 9 ناقص 18 في 2 ناقص 27 ناقص 20 27. يعني الجواب اكس بار، انا اسف يعني هبت بالارقام عن جد انا اسف. طيب راح تكون 20 27 على الفورس resultant 27 الاكس بار تساوي 1. خلينا نتاكد من جواب هذا السؤال، fundamental 39 لانه مش عندي الاجابات، اجابات هذا السؤال مش عندي. أو 30 هيو خلص 1 تمام. لوكيشن طلع عنا 1. طيب نرجع نكمل موضوعنا. يلا شو كمان بدنا نحل؟ خلينا نطلع نشوف، حلينا 3 أسئلة هون، 3 أسئلة. خلينا نشوف فاندمنتال 44. يلا سؤال 44 خلينا نشوف شو وضعه. بسم الله، وانا لأنه ما ضلش مجالها. فاندمنتال 44 شو وضعه؟ بيحكي يصير ما نفس المطلوب عند النقطة A. حدد لي النقطة A، حدد لي النقطة A النقطة A وينها؟ هاي النقطة A. يلا في عندي فورس عادية لحالها وحيدة، وفي عندي فورس ديستريبيوتد. فالاف ار شو راح تكون؟ هذا طبعا ايش حكينا اسمه؟ ترابيزويدال، بقسمه قسمين عشان اعرف اتعامل معه. المثلث اللي هو رقم 1 هذا رقم 2، فراح يكون عندك اف 1 ماينس لانها تحت ماينس اف 2 ماينس 150. هذه الافكار. يلا اف 1
كيف راح نطلعها؟ هي مثلث، مثلث نص القاعدة اللي هي 6. شو ارتفاع المثلث؟ بدنا نشوف. يلا ركز على الارتفاع، حكيت لك ارتفاع كامل 200، صح ولا مش صح؟ تمام. انا بدي الارتفاع لحد هون، يعني ها قسمت الشكل هيو، يعني بدي الارتفاع بالاحمر، ف 200 ناقص 150، ارتفاع المربع قديش؟ 150، ف 50 لهو الامور ممتازة. نص 6 في 50 هيعطيك الجواب 150. نص في 6 راح يعطيك 3، 3 في 50 ايضا 150. تمام. اف 2 اللي هي المربع راح تكون 150 في 6، 150 في 6 900. حلو حلو، لو الامور ممتازه. اذا تاكد والله انا من مسافاتي، من الابعاد الارتفاعات اللي اخذتها، الارتفاع الاول 50، الارتفاع الثاني 150، لازم يكون ارتفاع اللي هو التوتال اللي هو 200. 150 زائد 50 200، امورك طيبه. يلا اطرح لي اياهم. ناقص 150 ناقص 900 ناقص 150 حيكون الجواب ناقص 1550، ناقص 1550، هذه الاف ار. طيب يلا ارجع ارسم لي الشكل، فين نرسمه؟ هون. هاي هاي رسمنا الشكل اللي عندنا. اللهم صل على سيدنا محمد. بدنا نطلع بس اللوكيشن اكس بار 1 لوكيشن اكس بار 2 عشان نخلص امورنا كامله. اكس بار 1 اللي هي المثلث، صح؟ طيب كم تبعد هاي اكس بار 1 اللي هو بده اياها من هون، يعني هذا القاعده، يعني تلتين من القاعده تلتين من الراس، 2 على 3 في القاعده اللي هي 6، مظبوط. وبهذه الحاله 6 قسم 3 فيها ب 2 و 2 4. ف اف 1 هاي اف 1، اف 1 اللي قيمتها 150 تبعد مقدار 4. اف 2 كم تبعد؟ هي الاكس بار اللي هي تبعت المربع اللي هي 6 على 2 لانه مربع. 6 على 2 تعطيك 3، تعطيك 3. فهي اف 2 راح تعطيك 3. ممتاز ممتاز ممتاز. شو ضل عندي اطبق على هذا اللود؟ في عندي اللي هي 500 تبعد 3 ب 3، اوكي. في عندك اللي هي 500، هاي 150، كم البعد تبعها؟ البعد تبعها عن النقطة A اللي هي 3، ماشي. وهنا أصلا ضل من الشكل 3، فأمورك تمام، أمورك تمام. طيب شو ضل عندي هسه؟ اروح على المومنت. المومنت عند النقطة A، شو يساوي المومنت عند النقطة A؟ الفرس الأولى مع، طبعا كلهم مع عقارب الساعة، ماينس 150 في المسافة اللي هي 4، كمان ماينس قديش اللي هي اف 2، كم اف 2؟ اف 2 كانت عندي 900، ماينس 900 في 3 اللي هو اللوكيشن، ماشي، ماينس 500 ولا 150؟ 500 بحكي انا، شفتها 150 كتبتها 150، ماينس 500 في المسافه العموديه، هيها كم تبعد؟ اللي هي 9. هتحسب المومنت عند النقطه A، هيطلع معك ماينس 7800. عشان نحسب اللوكيشن 7800 على محصلة القوى اللي طلعت معانا 1550، راح يطلع الجواب 5.032. هذا هو الجواب. برضو هذا السؤال أموره طيبة، ما بدهوش إشي. طيب شو كمان؟ خلينا نشوف هالسؤال، خلينا نشوف هالسؤال. عنده منتل 4.41، نشوف كيف طريقة التفكير فيه ونحله. يلا كم شكل عندك؟ شكلين، بعرف اتعامل معهم، بعرف اتعامل معهم، هي قسمتهم قسمين. في عندك
صار عندك ترابيزويدال ومثلث ومربع، هذا بعرف اتعامل معه؟ لا، فبدي اقسمه كمان قسمين، يعني ها بدك تفضل بلشنا ايش نخش بالافكار. تمام، هذا الاسئله من النوع يعني اللي هو زنخ بالحال، بدك تفصله كويس شوي شوي. تمام، هاي فصلنا. شو في عندك هون؟ هاي شكل رقم واحد، هاي شكل رقم اثنين، هاي شكل رقم ثلاث. فاف ار تساوي، شو تساوي؟ اف واحد. طب اف واحد شو هي؟ اف 1 ماينس ماينس اف 2 ماينس اف 3. اف 1 شو وضعها؟ اللي هي مثلث صح؟ هنا احنا نرسم الشكل هون برضه، هاي بيم. في عندك هيك هيك صح؟ ايوه هيك امورك تمام ماشي. وفي عندنا كمان ايش؟ مربع هون، هذا هو الشكل اللي عندنا، هذا هو الشكل اللي عندنا. في عندك اف واحد اللي هي او الارتفاع كامل هون 6، وهذا الارتفاع 3 نيوتن لكل متر، وهذا نيوتن لكل متر. المسافات عشان خلاص نقعد نحل هون ونريح راسنا، 4.5 و1.5، هاي 4.5، هاي 1.5، وهاي 1.5. يلا نبلش. اف 1 اللي هي المثلث، شو هو المثلث؟ نص القاعدة اللي هي 4.5 في الارتفاع. شو الارتفاع؟ عشان اوضح لكم اياه، ارتفاع المثلث احنا قسمنا لهون صح؟ هي هيك قسمنا. انا انو ارتفاع بدي؟ بدي بس هاي الارتفاع. تمام، هذا الارتفاع 6 ماينس 3، بس بيعطيني اياه كله لانه هذا كله 6، اطرح منه 3 بيعطيك 3 في 3، حيعطيك الجواب. مش عندي الجواب، خلينا نحل هذا السؤال اصلا كله مش حاله. نص ضرب 4.5 ضرب 3 حيعطينا 6.75 ماينس 6.75 اف 2. شو بالنسبة لأف 2؟ اللي هي 4.5 في الطول تبعها اللي هو بس هذا الطول اللي هو 3، مظبوط؟ اللي هو هاي هذا الطول بس، هاي المربع اللي الطول هذا اللي هو 3. ممتاز ممتاز. وبرضه خطرت لي فكرة أحسن صراحة، في فكرة أبسط. هسا بدي أحل نفس هون، خلص خلينا نكمل على نفس حلنا أحسن، بس في فكرة أبسط أبسط للحل. 4.5 في 3 رح يكون 13.5. طيب اف 3 شو وضعها؟ 3 في 1.5، وراح تكون 4.5. طيب طلع اللوكيشن للأول، اللوكيشن الأول هو إيش؟ مثلث. مثلث شو اللوكيشن تبعه؟ مثلث شو اللوكيشن تبعه؟ نص القاعدة دي 4.5 في الارتفاع. لا إحنا هيك بنطلع الأفكار، بسم الله. بنطلع نسبة لأني النقطة للنقطة إيه؟ هي المثلث من العالي من الارتفاع من الرأس، فراح يكون تلت الأربعة ونص. هيكون 1.5. اللوكيشن الثاني راح يكون هو مربع، فأربعة ونص تقسيم 2 راح يكون 2.25. اكس بار للثلاث للثالث راح يكون برضو مربع، فواحد ونص على 2.75. طيب اف ار ما جمعناها نسينا نجمعها، فراح تكون ناقص 6.75 ناقص 13.5 ناقص 4.5 ناقص 6.75
ناقص 13.5 ناقص 4.5. المحصلة طلعت عندك ناقص 24.75 ناقص 24.75. يلا ارسم الشكل اللي عندك، الشكل الجديد عشان تعرف تطلع المومنت. هاي النقطة A، في عندك تو فورس، هاي الفورس الأولى، هاي الفورس الثانية، هاي الفورس الثالثة، الفورس الهاي بالمسافات اللي أنا طلعتهم x بار 1 x بار 2 x بار 3. بتروح بنطلع المومنت، المومنت عند النقطة A، المومنت عند النقطة A اللي هي هايها، راح يكون كالتالي. يلا بسم الله، راح يكون عندك أول إشي اللي هو إيش، اللي هي الفورس الأولى اللي هي كم طلعت قيمتها عنا؟ ماينس 6.75، 6.75، ستة طبعا كلهم كيف مع عقارب الساعة، فماينس 6.75 في المسافة العمودية اللي هي قديش اللوكيشن طلع عندنا x بار 1 اللي هو أنا كتبته هون عشان للسرعة، 1.5. تمام. الثانية شو راح تكون؟ ماينس، شو طلعت معانا؟ طلعت معانا اللهم صل على سيدنا محمد 13.5 في المسافة العمودية اكس بار 2 اللي هي 2.25 ماينس كم طلعت معانا الثالثة؟ 4.5 في المسافة هاي من هون للنقطة A كاملة اللي راح تكون كم كانت؟ كانت هون، ف 0.75 0.75 زائد 4.5 كاملة، 0.75 زائد 4.5 بيطلع معاك المومنت، وبتقسمه على الفورس تطلع معاك اللوكيشن اللي هي الاكس بار 2.59. بس احنا اخترنا الطريقة الصعبة صراحة، في طريقة اسهل. كيف الطريقة الاسهل؟ احنا قسمناهم لثلاث اشكال. طيب تسأل حالي سؤال، لو انا عملت الخط هيك وسميت المثلث هذا F1 وهذا المربع الكبير طويل كامل اسميه F2 وبس، ليش اروح اقسم مربعين لمربعين؟ مش اسهل علي؟ تمام. وبتروح بتحلها بنفس المبدأ، رح يكون عندك حل مختلف تماما بس نفس الجواب المحصلة. يعني هاي طريقة 2، أنا صراحة هسه انتبهت لها يعني أسهل. رح تكون FR كالتالي، المثلث ما رح يفرق عندك، المثلث رح يطلع عندك 6.75 ها ماينس 6.75، هاي المثلث ما رح تفرق، هذه F1. F2 اللي هي المربع اللي الارتفاع كان 3 كامل، هيو ارتفاعه 3 في الطول 4.5 زائد 1.5 اللي هو 6 اللي هو 3 في 6 وبتعطيك 18. فاف ار شو راح تطلع عندك؟ ماينس 6.75 ماينس 18 هتطلع عندك 24.75، نفس الرقم اللي طلع معنا قبل شوي، شايفين؟ بس احنا اخترنا الطريق الاطول، ماينس 24.75. يعني هذا الطريق أسهل. بتروح ترسم البيم، في عندك أول مثلث اللي هو المثلث هيو يبعد قديش طلعنا اللوكيشن تبعه؟ 1.5. وهون رح يجي بالمنتصف، رح يبعد من هون لهون من هون لهون. طيب كم الطول كامل كان؟ الطول كامل كان 6، فرح يكون 3 هون و3 هون، هاي اللوكيشن المربع مستطيل عادي مربع. فراح يكون هسه مومنت، المومنت عند النقطة A راح يكون كالتالي، شو راح يكون عندك؟ ماينس 1.5 للمسافة في F1 اللي هي طلعت 6.75، ماينس له كله مع عقارب الساعة، ماينس 18 في 3 و1.5 راح يعطيك 4.5، المسافة هاي كلها 4.5. فبيطلع معك المومنت، خلينا نحسبه عشان نعطيكم جواب نهائي، 1.5
هاي الطريق ألطف أسهل. هاي الطريق إحنا ليش رحنا قسمناهم لثلاث أشكال؟ الطريق اللي تقسمها لشكلين ألطف إلك أسهل، بس بالنهاية نفس الجواب راح يطلع عندك، بس أنت هلا المسافات 4.5 يساوي راح يطلع عندك المومنت ناقص 91.125.125. هسه عشان نطلع اللوكيشن اللي هو نفسه اكس بار راح احكي لك 90 بدون اشارات على المحصله اللي نفس طلعت معنا فوق، ترى حيطلع معاك الجواب تقسيم 24.75 حيعطيك 3. لا احنا حاسبين غلط هون، بالآلة الحاسبة احنا هابدين اشي، هابدين اشي بالآلة الحاسبة، لازم يطلع نفس الجواب 2.59 المفروض 1.5 في المسافة 6.75 F1 وينها؟ اللي هي نص في 4.5 في 3 صح؟ بس تأكدوا من الحسابات المومنت بس تأكدوا من الرقم النهائي، تأكدوا من رقم الجهة النهائي، المفروض يطلع الجواب 2.59. شو في كمان عندنا؟ خلينا نشوف هالسؤال. Determine the resultant force نفس المبدأ. شو ضل عنا؟ هذا السؤال بعرف أتعامل مع الشكل تبعه؟ لا. ليش؟ لأنه شكله هيك يعني نفس بوحي إنه والله كامل، إنه صعب أطلع المساحة. طيب كل ما علي أروح أعمل إيش؟ عشان أطلع الـ FR شو راح أسوي؟ تكامل. تكامل مين؟ اللي هي 2.5 إكس تكعيب دي إكس بتكاملها، هيطلع معك جواب عشان تطلع إيش؟ اللوكيشن. راح يكون كالتالي، تروح تعمل تكامل 2.5 إكس قوة 4، ليش؟ لأنه في إكس زيادة في القانون تبعت اللوكيشن دي إكس على الجواب اللي طلع معك هون، وبيطلع معك اللوكيشن. هذا السؤال برضو سهل. شو ضل عندنا بهالصفحة؟ هاي الصفحة حليناها كلها. هاي هون شوف شو بحكي لي السؤال هذا، شوف شو بحكي لي. Replace the loading by equivalent resultant force and couple moment، بس بده يعني أعمله replace. الريبليس عارفين شو موضوع الريبليس، اللي هي ايش؟ اف اكس اف واي اف زد، اللي هي بدي اطلع الاف ار بالمختصر واحسب المومنت، بس مش طالبني لوكيشن هنا، بحكي له اريح. طيب هنا شو الموضوع راح يكون عندي؟ هاي معطيني شكلين، هاي الشكل الاول هاي الشكل الثاني. يلا باجي بحكي لك اف ار عباره عن اف 1 ماينس اف 2، مظبوط ولا لا؟ فامورنا ايش؟ تمام. يلا راح يكون عندك F1 عبارة عن إيش؟ نص في 9 في 50، مظبوط ولا لا؟ أمورك طيبة، أمورك طيبة. طبعا هاي زائد لأنه اللود طالع لفوق، هيطلع معك نص، هيطلع معك بدون جواب نهائي طلعوه. طيب زائد إيش؟ نص في 9، طبعا هنا ماينس نص في 9 في قديش؟ في 50، نص في 9 في 50، وبتحسب المومنت بعد ما تطلع اللوكيشن طبيعي. يعني شو ضل عندنا كمان؟ ما ضلش يعني الموضوع فرط. هاي برضو ريبليس، بتقسم الشكل لقسمين، هاي مثلث رقم 1 هاي مثلث رقم 2، نص القاعدة في الارتفاع وخلصنا. في سؤال اشوف الامتحان بحاول الاقيه مش لاقيه. طيب برضو هالسؤال شو وضعه؟ بتقسمه هالشكل هيك، في عندك 2 تربزويدل، فبتحط خط طويل هيك. هاي في عندك الشكل رقم 1 الشكل رقم 2 والمستطيل الطويل هذا ايش؟ الشكل رقم 3، وبتحل F1 نص القاعدة اللي هي 3 في الارتفاع. قديش ارتفاعه؟ انا بدي ارتفاع تبع هاد بس صح؟ ف6 ماينس 3 3، F2 راح يكون نص طبعا ماينس نص القاعدة اللي هي قديش؟ 3 في الارتفاع، أنا بدي الارتفاع هذا بس، فستة ناقص 3 برضو 3، المربع اللي هي F 3 شو راح يكون؟ 6 في الطول تبعه اللي هو هذا الطول. إذا هذا الطول طلع معي 3 قديش ضل؟ 3، ف
وبيطلع معك أجوبة. بعدين بتروح بتطلع اللوكيشن لكل واحد. المربع اللي هو 6 على 2، المثلث الأول راح يكون إيش؟ بده إياه نسبة للبوينت للنقطة A. فالنقطة A يعني إيش؟ المثلث رقم 1 نسبة للقاعدة، 2 على 3 بالمسافة، وبالنسبة للنقطة A 1 على 3 بالمسافة. شو كمان ضل عندنا؟ يعني أنا بحكي لكم الأفكار هاي وحلو، يعني الموضوع خلص بسيط جدا، بس قسم الشكل وعلى القوانين اللي أخذناها، يعني بس هذا هو موضوعك. بطلع اللوكيشن باستخدام المومنت، بتروح بتحسب المومنت زي ما تعلمنا، ماشي؟ طبعا بتطلع اللوكيشن، بعدين بتحسب المومنت، بعدين بتطلع اللوكيشن للشكل كامل. وهون شو عندك؟ عندك ها مربع ومثلث، أموره طيبة، طول المثلث 6، طول المربع 4، بس يعني هذا إذا بدنا نحله راح يكون عندك F1 تساوي اللي هي للمربع اللي هي ماينس 4 في 2، وF2 راح تكون ماينس نص في 6 في قديش؟ في 1.5، أو سوري لا صح، في 1.5، في 1.5. بعدين بتطلع الـ FR، هطلع معك الـ FR، طلع X1 location X2 location. X1 location اللي هي 2 على 2 رح تعطيك 1. X2 location تبعها شو هو؟ اللي هو المثلث صح؟ طيب نسبة للنقطة O، هاي هالنقطة O، فأنا من الارتفاع فواحد على 3 في إيش؟ في 1.5، بطلع معك اللوكيشن. ارجع ارسم الشكل، حط اللوكيشن اللي طلع معك، ارسم يحط اللوكيشن اللي طلع معك على الشكل، طلع المومنت، بعدين تستخدم اللي هو اكس بار تساوي المومنت على اف ار، وخلصنا. يعني بس ضاع لكم طلعوا شو بنهائية. برضو هذا السؤال يعني ما بيخوف الشكل، صحيح انه جاي منعرف شوي، تقسم هالشكل هيك، هاي صار عندك شكل واحد مثلث اموره طيبة، تقسم هالشكل هيك وهيك، شكل 2 مثلث، وهذا كله شكل 3 اللي هو مربع. اجى طالب تاني بيحكي لا انا بحب الغلبة، زي ما انا كنت غلباوي قبل شوي وحللنا السؤال بالطريقة الاطول. هاي شكل 1 مثلث، هاي شكل 2 مربع، هاي شكل 3 مثلث، هاي شكل 4 مربع. بس انت وفر حالك، اشطب شكل 4 واعمل هالشكل ايش؟ كامل شكل 1. تمام. شو كمان عندنا؟ يعني الموضوع صار خلص، هاي افكار هاي زيادة. هذا السؤال أجب الامتحان أظن، الله العليم إنه هاد، الله العليم إنه هاد، حين أتأكد لكم منه هاد ولا اللي تحته نفس الإشي، مش هالفرق الواو، حين أشوف بس عشان أحل لكم إياه. برضه هذا السؤال بتقسمه زي هيك وبتحل مربع مثلث، هيك أفكار ما أخذنا، بس يعني برضه مش هيكون الواو، هاي واضح إنه بده تكامل، هاي واضح انه بده تكامل، بس ما بيجيب لك واو بالتكامل، الواو الصعب كالكولس. هيك انتهت شابتر، وهي هيك ملخص للقوانين كاملة. يعني خلينا نرجع للسؤال الامتحان. هذا الشهادة خلاص انتهت شابتر، نرجع للقوانين للسؤال اللي حكيت لكم عنه. يلا السؤال شو بحكي لك التالي؟ هو حتى هاي كانت بس ايش؟ كانت 50 مش 500، كانت 50. هو يلا نحل وننهي. Is the loading by equivalent force and couple moment acting. حتى كان في إضافة إنه بده إيش؟ بده location. كان بده location. طيب هذه أموره طيبة. حقسمه لكم شكل؟ لشكلين. مثلث واحد، مثلث اثنين. مثلث واحد شو وضعه؟ نص ماينس نص في القاعدة اللي هي 4.5 في الارتفاع. في الارتفاع 6. هيطلع مع قيمة. F2 في المثلث الثاني ماينس نص في القاعدة. شو القاعدة؟ 7.5 في الارتفاع 6، هيطلع مع قيمة. F3 اللي هي ماينس 15، اوعى تنساها، لو نسيتها حلك كله غلط. FR تجمعهم هيعطيك، فين اجيب القيم سريعا؟ ايوه هاي جبت الحل. FR تطلع عندي 51. طبعا طلعوهم، كملوا الحل الاخر، يعني انا بعطيكم بس القانون والارقام وانتوا اجمعوا واطرحوا، لانه صراحه مش عندي الحل، بس احنا هيك بنضمن انه نحل اكبر عدد ممكن، اما الجمع والطرح ضل عليكم. اف ار بتطلع 51. طيب شو ضل علي؟ رسمت البين، ماشي، نسبه للنقطه
اوف تطلع اللوكيشن. هسه عندي تو لوكيشن اكس بار 1 اكس بار 2 مظبوط. طيب هاي راح تكون هون وهاي راح تكون هون. اللوكيشن راح يكون 2 على 3 في 7 ونص، وهاي راح تكون من الرأس يعني راح تكون 1 على 3 ب 4 ونص. بيطلع معك اللوكيشن، بتحط اللوكيشن مع الفورس هون، بتحط اللوكيشن، بعدين بتطلع المومنت عند النقطة O. اشوف الامتحان هذا السؤال يا نفسه يا مشابه للفكرة، صراحة مش متذكر بس نفسه يعني نفس الفكرة. المومنت عند النقطة O بتروح بتطلعها، كيف راح تطلع المومنت عند النقطة O؟ كالتالي عندك 2 فورس او عندك 3 فورس، انا اسف، في عندك او في عندك هنا كمان فورس تبعد عن هاي المسافة اللي هي 4.5 و 7.5 4.5 7.5. يعني المهم بتحط المسافات كامله زي ما علمتك، بعدين بدك تطلع المومنت. المومنت كم عندي كم شغله بتاثر على المومنت. طبعا اوعى تنسى هاي، الطلاب كانوا يحلوا والله طلع من الامتحان وامورهم طيبه، كانوا يحلوا ونسين هاي، نسين والله. انا فعليا تبهت عليها، كانت 50 يوم الامتحان، تبهت عليها اخر 10 دقائق من الامتحان، تبهت عليها، رجعت حليت من البدايه، المومنت بختف. فاول شيء ايش في عندك؟ مومنت جاهز حطه. هاي ماشي مع عقارب الساعه، فماينس 500 حلو. وبعدين بتطبق في عندك فورس 2 فورس 3 فورس، راح يكون عندك 3 مومنت يعملوا لي بغض النظر زائد او ناقص، بيطلع معك المومنت كامل يساوي اللهم صل على سيدنا محمد، يطلع 914 تمام. يعني كل ما عليك بس تروح تطلع المومنت للثلاثه فورس، هاي فورس 1 هاي فورس 2 وهاي فورس 3، وتجمعهم او تطرح منهم هاي، حيطلع معك 914، تطلع معك 914 ماشي. خلص السؤال. طيب السؤال اللي بعده شو بده؟ السؤال اللي بعده شو طالب؟ ريبليس نفس السؤال، بس وش هو طالبك بزياده؟ هذا هو سؤال الامتحان، اجى هذا هو لانه تخيل فيه ريبليس كان بده لوكيشن، نفس السؤال بس بده سبيسيفاي. شايف الخطوات اللي عملتها قبل شوي انت؟ يعني نفس الحل، انسى السؤال الاول، السؤال الاول انسى، السؤال الثاني نفس حل السؤال الاول، هيطلع معك المومنت حكينا 914 ماشي. راح تروح تحكي انت 914 قسمه الاف ار اللي هي 51، هيطلع معك الاكس بار للشكل كامل، وحتطلع معك 2.33. هذا اللي هو او لا انا اخذت اجابات سؤال ثاني، لانه اسئله الكتاب حاطين الاجابات بشكل مش. طيب احنا ب 51 914 اللي هو المومنت قسمه 51، انا بتاكد منها 914 قسمه 51 هتطلع عندك 17.9. يعني خلاصه سؤال 50 انسوا، سؤال 51 هو اللي بدنا اياه، لانه راح تعيد نفس الحل تبع 100 تبع 150 وتطلع اللوكيشن. كل ما عليك تقسم الشكل، قسمناه طلعنا اف 1 اف 2 جمعناهم مع اف اللي هون، بعدين طلعنا اللوكيشن لاكس 1 واكس 2، رسمنا الشكل، رسمنا البين. اللي والله بده يرسم يطبق على نفس الشكل مره طيبه، بيروح بيحسب المومنت بناء على اللوكيشن اللي طلعه، بعدين بقسمه على الاف ار كامله، بيطلع معاه اللوكيشن للشكل كامل. شو ضل عندنا؟ هاي حلو هذا السؤال، نفس فكرة اللي فوق، سيبوكم من 52. ريبليس ذا لودينج اند ذا سينجل ريزلتنت فورس اند سبيسيفاي، ايوه هذا اللي بدنا اياه، هذا حلو. نفس اللي فوق تماما، حتعطيكم اجابات سريعا للكتاب 153. راح يطلع اف ار راح تطلع عندنا 1.8، والمومنت راح يطلع عندك، هو مش معطيك المومنت، معطيك الجواب النهائي كامل. اللوكيشن للشكل كامل اللي هي نفسها دي راح تطلع عندك 2.33 راح يطلع عندك 2.33. طيب شو ضل عندنا؟
0.33. طيب ظل عندك إشي، هذا بده تكامل، بس ما بيجي هيك أفكار، ما بيجي، لأنه هذا بده تكامل صعب، بيجي التكاملات السهلة نفس اللي أخذناها، إن حتى الدكتور حكاها بلسانه وما أجا تكاملات. خلص، وهيك انتهت شابتر. طبعا أي سؤال يعني بتقدروا يعني تسألوا، إن شاء الله إني ما بقصر مع حدا فيكم بإذن الله. الله يسر أموركم ويفتح عليكم، إن شاء الله إنه تكون استفدتوا من يعني الشابتر، كان عندكم لطيف وكان أموره تمام. ودعواتكم إن شاء الله الفيديو الجاي بنبلش بشابتر 5، شابتر 6 يعني صار نحل عليهم أفكار. هذا الشابتر حكينا طول معانا كثير يعني زيادة عن اللزوم، لأنه بصراحة طويل ويستحق يعني قبل الامتحان عليه، المادة تبنى عليه، المادة تبنى على هذا الشابتر. فعطينا أمثلة، ويعني حتى كنا نشرح بفيديو وفيديو ثاني زي هسه، يعني شرحنا بفيديو وحلينا أمثلة، وهسه الفيديو هذا منفصل بس حل أمثلة وبروبلم. فأي سؤال بدكم إياه إن شاء الله بعتوني، والله ييسر أموركم. وبس، السلام عليكم، المرة الجاية.